وكنشكروا هاد الناس هادو وهاد المبادره هادو اللي داتها هاد الجمعيه الاتهام يعني، وهاد التعبئه هادي راه مزيانه تفرحنا بالخير، وراه هادي كتجي للاسلام كتجي يعني الروح ديال الانسانيه ديال الانسان، ولهذا كنشكروا هاد الناس هادو اللي تعبوا في هاد الصباح يعني من نساء وشباب يعني، وهاد المبادره هادي حسنه طيبه وكنتمنوا كتكرر في المستقبل ان شاء الله. في شي مشاكل المشاكل هاد لا سينيتير اللي كاين هنا في عين حروده اللي بيان اورغانيزي، ان هو كتعاني شويه ديال عدم النظافه وعدم احترام حرمه المقبره من طرف الساكنه. واللي كنعاني منه بزاف وهو السوق الاسبوعي اللي يكون هنا راه حتى هو ما كيحترمش، يعني كيخلي الزبال وكل يعني هذا سيدي الزبال مورا الحيط ما كيحترمش حتى الموتى والاحترام ديالهم، ولهذا كنشكروا هاد الناس كنشكروا هاد التعبئه هادي حسنه وكنتمنوا يعني سمعك تكرر، وكنشكركم حتى انتم وكنشكروا كاع الجمعيه هادي اللي ناضلت في هاد الشيء. كنشكروا الجمعيه ديال السهام اللي قامت بهاد المبادره وهاد الجمعيات اللي هما مشاركين، جمعية بوشرة وجمعية ملك النوياح وكاع هاد الجمعيات اللي هما مشاركين هنايا، وهاد الناس اللي جاو الله يجازيهم بالخير وكثر خيرهم، والله يرحم الوالدين الكل من دار ساهم شي حاجة ديال الخير، وتنتمناو ما هاد الشيء يكون مرة أخرى ثانية إن شاء الله. بكم أشقر فاطمة رئيسة جمعية البشرى للتنمية والمواطنة، درنا هاد المبادرة لأن شفنا هاد المقبرة ديال السيد قيد الحجاج في حالة يرثى لها، وتشجعنا احنا والجمعيه ديال سهام الزناتة الرياضيه ومعنا الجمعيه ديال نويح ملكه، ودرنا واحد المجهود شويه ولكن الحمد لله، وكنتمناو هذه المبادره تتكرر وتعاود، وكنتمناو ملكه من جمعيه نساء زناتة، وتعاونت مع هاد الناس جمعيه البشرى وجمعيه سهام زناتة باش نقيو هذه المقبره، وهذه مبادره طيبه كنتمنى كاع الجمعيات يساهموا فيها باش نقيو المقبره ونحيدوا كاع الازبال اللي فيها. انا طويل ناديه عضوه في جمعيه البشرى للتنميه والمبادره امينه المال، جينا اليوم بتعاون من جمعيات اخرين باش نقيو هذه المقبره وننظفوها ونتعاونوا عليها، وكنتمناو من الساكنه هما يعاونونا. درنا نقيناها وحيدنا ليها كاع داكشي اللي العشوب داكشي اللي نايض عليهم وداكشي الكارم حيدناه، والميكا والكوعات كلشي حيدناه. شنو المشكل اللي كان فيها؟ كانت ما كتبانش، ما كيبان لا برقان لا حتى حاجة، كلشي مشبك كلشي موسخ كلشي عام. نظفناها. شي رسالة باغي توصلها للمسؤولين؟ كنتمناو يردوا ليها البال ويشوفوها ويحيد بحال مقبرات اخرين كنشوفوهم نقيين زوينين والجرادي فيهم، هذه حالتها يرثى لها. كن خير المشرف عضو بالمجلس البلدي وفاعل جمعوي، بالمناسبه تنشكركم انتم على هذه المواكبه اللي تقوموا بها ديما، وتنشكر هاد الجمعيات بجوج اللي تقوموا بهذا النشاط اللي هو في امس الحاجه لهذه المقبره ديال عين حروده، كيف ما تنشوفوا الاشجار والنفايات وهذه زائد بعض التعابين اللي تكون في المقبره هذه بادره طيبه، هذه مدينه خصها تكون مدينه نظيفه اللي تيسهر عليها الجميع كامل، وبهذه المناسبه انا تنحيي هذه الجمعيه اللي تقوم بهذا العمل، وتنعرفوا بان هذه المقبره راها كبيره تتسع تقريبا على ما قال لنا العساس 8 هكتارات او 10، هذا العمل مازال خصو الوقت، نتمنى من الجمعيات الاخرى باش تبادر المجهودات ديالها ودير تتمة ديال العمل، حتى نظن ان هذا العمل ما يقدروش يكملوا في هذا النهار هذا، تنظن بان الجمعيات الاخرين يتقدموا الطلبات ديالهم ويكملوا في وسط الجمعيه يكملوا الباقيه باش تكون هذه المقبره نظيفه، اي واحد تينظف البيت ديالو، البيت ديالو تينظفوا، فما بالك هذه اللي هي مدينه ديال الاخره كيف تيقولوا، وحقيقه ما شاء تيقولوا، نتمنى بجميع المسؤولين باش يتاجوا لهذه وتكون الصيانه بالنسبه للبيبان بالنسبه لهذه. حنا من زناتة الصغيرة جينا مساهمين مع جمعية بشرى النظافة ديال المقبرة، بقينا مستغرب بزاف والناس ما كاينش ها؟ نشاط طبيعي؟ درنا نشاط طبيعي يعني باش تبان حتى هي مزيانة وداك الشيء، مازال غادي نمشيو لبلايص أخرى ثانية نقيها، أي بلاصة تكون مسخة، وكنطلبوا من الناس اللي هما بحالك يعاونونا على النظافة ديال هادشي المقبرات وأي بلاصة تكون مسخة بحال شواطئ بحال شي حاجة ما نقيوهم. والمسؤولين تما يكونوا معانا، اي واحد يكون معانا،
الله يرحم الوالدين، اللي هو داير يجي يعاون يساهم في اي حاجه، باي حاجه ويساهم به المعاونه بكل من اي حاجه، من اي ماديه ولا معنويه ولا شي حاجه مع الجمعيه. يلاه شي حاجه ماشي الجمعيه اللي غنقول لك، فهمت؟ يلاه باديه كاين التمويل، عاد تمشي التمويل ما كاينش شي حاجه، ما كاينش.